لا تزال المعلومات عن إطلاق 14 عنصرا من كتائب حزب الله كانوا اعتقلوا جنوب بغداد فجر الجمعة الماضي غير واضحة وسط غياب أي تصريح رسمي في هذا الشأن. وفي هذا السياق أكدت مصادر حكومية مطلعة أنه تم تحويل كل المعتقلين إلى قاد ضمن هيئة الحشد الشعبي قبل إطلاق سراح قسم منهم، في حين تم الإبقاء على ثلاثة هم من أهم المطلوبين. كما أوضح مصدر أمني أن ثلاثة من العناصر الذين اعتقلوا خلال مداهمة الفجر هم المطلوبون الأساسيون على خلفية قضية الصواريخ التي استهدفت قواعد أمريكية ومقر السفارة في بغداد. لا تزال انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في الشمال السوري مستمرة وتتزايد في عفرين. وفي التفاصيل أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عناصر من فصيل أحرار الشرقية اتهموا امرأتين، إحداهما تعمل مزينة شعر مع جارتها، بممارسة أعمال السحر والشعوذة والترويج له، حيث حقق عناصر من الفصيل مع السيدة التي تعمل كوافيرة داخل منزلها وبحضور زوجها الذي كان ينتظر في غرفة أخرى. وأثناء التحقيق الذي كان في منزل الكوافيرة طلبها عناصر الفصيل بالقيام بأعمال شائنة بعد أن فرضوا عليها غرامة هي أيضا، وهددوها بتصفية زوجها أو اتهامه بتهمة تغيبه في سجون الفصائل الموالية لتركيا، حيث طلبت السيدة مهلة يوم واحد لتلبية حاجتهم، وتمكنت مع زوجها وأولادها من الوصول إلى منطقة الشهباء عبر مهربين في اليوم التالي، ودفعوا مبلغا وقدره 1250 دولارا أمريكيا للنجاة من هؤلاء العناصر.